أنا اتفضل. عبد الحكيم عزوز عبد المنعم، جزيرة منحوس، مركز أغنيم سوهاج. أستاذ عبد الحكيم، حضرتك حصلت على شهادة محو الأمية سألت على شهادة محو الأمية وكملت تعليمك. وكملت تعليمي، واللي ساعدني على ده زملائي واللي شجعني المدرسين بتوع فصول محو الأمية، لأن الهيئة كانت بتنزل باستمرار بصفة يومية متابعة على الفصول، وكانت الهيئة موفرة لنا الكتب والأقلام الرصاص والأساتيك، وبرضه الحمد لله يعني وحصلت على محو الأمية وأنت متزوج ومعاك أولاد، وأنا متزوج ومعايا وأخيرا أولاد، اتعينت في هيئة العامة وتعينت في الهيئة لتعيين كل العامة محو لتعليم الأمية في سوهاج. الكبار في خدمات معاونة، وفضل زملائي ورؤسائي شجعوني، كملت خدت الإعدادية من جزيرة محروس 3 سنوات، وشجعتني زوجتي ومديريني ورؤسائي في العمل وزملائي شجعوني إن أنا التحقت بالدبلوم، فالدبلوم خدته من تجارة المراغة، مركز المراغة ناجح الحاتم تجارة مشتركة، وبفضل رؤسائي برضه تم تسوية حالتي الوظيفية واخد بالك، وتشجيع زوجتي ليا برضه بحيث ان انا حالتي الاجتماعيه تبقى افضل، بدل ما انا موظف عامل ابقى موظف، وحاليا اعمل باداره شؤون العاملين اداره الموارد البشريه. و احكي لنا عن معاناتك. بفضل ربنا الاول وزوجتي وزملائي في العمل ورؤسائي كانوا بيشجعوني بصفه مستمره، يعني في دروس كنت باخدها كان في حد بيقعد معايا برضه يدرس لي شويه يوريني دي شويه، واخد بالك ساعتها، انما الهيئه في الاول هي اللي ليها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، هي اللي وفرت لينا الكتب والكشاكيل قلمة الرصاص الاساتيك، كانت المدرسين محترمين بيدوا التعليم حقه، وكانت الهيئه فرع الهيئه في سوهاج كان بينزل بصفه مستمره متابعه على الفصول التعليم الكبار. أستاذ محمد دالي، مدير عام فرع محو الأمية محافظة سوهاج، احكي لنا قصة كفاح أستاذ عبد الحكيم. أستاذ عبد الحكيم زميل فاضل مجتهد مثابر، بدأ حياته الوظيفية معنا هنا في مجموعة الخدمات المعاونة، حفزناه على إنه يواصل تعليمه في المرحلة الإعدادية وبعد المرحلة الإعدادية. الهيئة بتؤمن بفكرة أساسية إنه الضمانة الحقيقية لعدم الافتداد للأمية هي مواصلة التعليم. الهيئة فيها إدارة اسمها إدارة التعليم المستمر، عشان كده كل جهدنا لا يقتصر فقط على محاولة اكتساب الناس مهارات القراءة والكتابة، وإنما الانطلاق بهم لمراحل متتالية من التعليم العام، سواء في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية أو الجامعية. عندنا نماذج رائعة ومتميزة من المتحررين من الأمية اللي واصلوا تعليمهم حتى حصلوا على شهادات عليا، وبعضهم حاليا بيعد لرسالة الدكتوراه. الأستاذ عبد الحكيم نموذج رائع ورائد لإرادة التحدي لأبناء المجتمع السوهاجي. الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ الدكتور عيد عبد الواحد بتدعم كل سبل وصور التعليم المستمر لكل المتحررين من الأمية. رسالتنا لأهلنا وناسنا الملتحقين بفصول محو الأمية. فصول محو الأمية ليست هي نهاية المطاف، بل هي بداية سلسلة متواصلة من النجاحات ليكم. احرصوا على انكم انتم تحققوها في مجتمعاتكم، لنفسكم اولا، ولاسركم ثانيا، ولمجتمعكم ثالثا.